السلام عليكم، عيد مبارك سعيد والله يتقبل منكم صالح الأعمال. اليوم غنوجدو حرشة الفطور ديال نهار العيد اللي سهلة وبمقادير بسيطة ودغيا تتوجد. غنحتاجو فيها كاس ديال العنبة ديال الحليب، نص كاس ديال الزيت، ونص كاس ديال سكر حبيبات. السكر هنا تقدروا تزيدوا ولا تنقصوا على حسب الرغبه، تنسموها كيف ما بغيتوا. انا نسمتها بلا فاني. تقدروا ديروا قشور الحامض ولا البرتقال، خماره قيمه 8 غرام، 250 غرام يعني رابعه ديال السميده ديال الحلوه، شويه ديال الملح، معلقه كبيره ديال النيدو ولا الحليب المجفف تتعطي واحد اللذه رائعه لهاد الحرشه، وجوج معالق ديال النشا ولا مايزينا. تقدروا نبدلوها بدقيق، غير هي مايزينا كتخليها اخف. غنجيب الاناء ديالي، غندير فيه السميده، نزيد عليه الملح والسكر حبيبات، سكر الفاني، نزيد نيدو ولا الحليب المجفف كيف ما قلت معلقه، ونزيد مايزينا ولا النشا الذره، وغنخلط هاد العناصر جيدا. وغنزيد كيف ما قلت نص كاس ديال العنبه ديال الزيت النباتيه، وغنخلط ونبدا نزيد في الحليب تدريجيا. كاس ديال الحليب وانا كنخلط، ونزيد خمارة قيمة 8 غرام، وغنخلط مزيان الخليط ديالي وغنخليه لمدة دقيقتين حتى لثلاثة دقائق. غنجيب المول ديالي من بعد ما دهنته بالزبدة ورشيته بالدقيق، غنصب الخليط ديالي وندخل الحرشة ديالي للفران على درجة حرارة 180 درجة المدة ما بين 10-15 دقيقة. صافي وتتوجد. هانتوما تشوفوها كيف خرجات، كتجي محمرة. كيبقى لكم تزيين على حسب الرغبه ديالكم. انا دهنتها بشويه بمربى مشمش وزينتها بشويه ديال الكوك. هانتوما كتشوفوها كيفاش كتجي غزاله تبارك الله. تنتمنىكم تجربوها. عيد مبارك سعيد. ما تنساوش الاشتراك في القناه، جيم وتعليق محفز، وشكرا لكم.